طقس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوبا وبارد مع غروب الشمس وشديد البرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات وبعض المدن العربية والعالمية. بدرجات الحرارة تنتهي أخبارنا، وقبل الختام تذكرة بعناوين النشرة. السيسي يلتقي اليوم وفدا من عواقل ومشايخ سيناء. محلب يطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر. والدوحة تشهد انطلاق أعمال القمة الخليجية 35. نهاية نشرة الأخبار من تلفزيون النهار. لمزيد من المتابعة لأخبارنا يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت النهار.live.net. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام وغيرها. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.